واش لافامي، السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وحيو بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا نحاول انني نوضع ولا ندير واحد التخطيط للبرنامج ديالي، نحاول انني نطبقه ان شاء الله في البلوغ ديالي في اليوم التالي ان شاء الله. المهم نحاول اولا اننا نعرفوا واحد الكلمه اللي هي سميتها فلوغ. لي فلوغ هذه عباره عن تجميع جوج كلمتين اللي هما فيديو بلوغ. هذه الكلمتين هذه كتعنيها باللغه العربيه اي تدوينه الفيديو، يعني انك كدير شي حاجه من الصباح حتى العشيه، دونك كدير وكتكدو كتلحقو في اليوتيوب. دونك داكشي اللي غندير اخوتي انايا، دونك كنحاول انني نوضع لكم دي فلوغ يوميه، دي فلوغ من الصباح حتى العشيه، كيفاش غندوز نهاري، كيفاش غندوز داك اليوم، كيفاش غندوزو في ديك اللحظه ان شاء الله. المهم غادي يكون بالطبع واحد الفيديو اللي هو عادي، واحد الفيديو اللي عادي، واحد النهار اللي عادي، لكن نخلقو فيه واحد الجو ديال الفرازان، نخلقو فيه واحد الجو ديال الفرازان، نخلقو فيه كذلك واحد الجو ديال السعادة، نخلقو فيه ونخلقو فيه كذلك السعادة. دونك خوت في هذا الفيديو هذا نحتاج للسيبور ديالكم، نحتاج للدعم ديالكم، نحتاج كذلك التشجيع ديالكم. المهم باش تشجعونا خوتي انك تهبط لتحت تلقى واحد زر صابوني، واحد زر احمر مكتوب فيه صابوني ولا سبسكرايب، تكليكي عليها تيبان لك واحد الجرس، تكليكي عليها تاهو باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. مكانش اللي كاين اخوتي، المهم غن كما قلت لكم غندير فلوغ تقريبا يومية، فلوغ اللي غتكون فيها مجموعة من الحوايج. سوا لافامي، باش انك توضع هذا البرنامج هذا، وتطبقو، خصك اول حاجة انك تحط واحد الهدف. بعدا هذا اول حاجة انك تحط واحد الهدف باش انك تخدم بجد، وسميتو تخد انك واحد الهدف، كل اللي غيحط واحد الهدف اسمى في حياته وخا يحققو من هنا لعشر سنين 20 سنة، المهم انه يتحقق كيف ما كان الحال. وكاين واحد الهدف، كاين مثلا انا في اليوتيوب يعني درت واحد الهدف اسمى خصني نوصل ليه، سواء في 10 سنين، سواء في 3 سنين، 5 سنين، 10 سنين، المهم خصني نوصل ليه. ولكن درت اهداف يعني تدريجيه باش انك توصل لهذا الهدف. هذا خص انك توضع واحد، مثلا انا خصني نوصل لمليون، مليون ابوني. باش انك توصل لمليون ابوني راه خصك شي حاجه اخرى، شي حاجه بزاف يعني صعيبه بزاف ولكن ماشي مستحيل. دونك خصك اول حاجه انك توضع اهداف تدريجيه، انك تحط تجيب اول حاجه هي انك تجيب 1000 ابوني، هذه اول مره. اول حاجه دير انك تجيب 1000 ابوني في واحد مده زمنيه، مثلا 3 شهور هكا ولا 4 شهور. دونك وتصعد واحد الوتيره، تصعد الوتيره انك تجيب 10000 ابوني، من 10000 ابوني تجيب 50000 ابوني، من 50000 تجيب 100000، وهكا غادي توصل للمليون ابوني. دونك المهم الخوذ، احنا وضعنا واحد يعني واحد الهدف ولا اهداف تدريجيه كما قلنا. دونك خاصك واجبات، خاصك يعني باش توصل لهذا الهدف هذا، ماشي انك تنعس ولا تنعس حتى ل 11 تقول يبارح العام طويل، لا لا، خاصك تعمل. اول نقطه خاصك تديرها في الواجبات هي انك العمل والاجتهاد والرغبه كذلك، تكون عندك رغبه وتكون عندك الاراده القويه، وتكون بالاراده والرغبه خاصك تكون يكون عندك واحد العمل والاجتهاد، خاصك تطور الاستراتيجيات ديالك. وثاني نقطه اخوتي هي انك خصك تعرف انه باش توصل لهذا الهدف، خصك تعرف انه باش توصل لهذا الهدف هذا يعني صعيبه ولكن ماشي مستحيل. ديما هذه خصها تحط هذه المقوله هذه، هي انك باش توصل الهدف ديالك، الهدف الاسمى ديالك، ماشي صعيب، وانما ماشي صعيب بزاف، وانما ماشي مستحيل. ثاني حاجه هو انك ان هذا الهدف هذا الى حققتيه في الاخر يعني انك غادي تحس بواحد الافتخار، تحس بواحد الافتخار، تحس بواحد السعاده ما كتوصفش، يعني انك ناجح في حياتك، يعني وصلتي للهدف اللي انت مقاتل عليه واحد مده، هادي شي عامين، 3 سنين، حتى 10 سنين. دونك هاد الهدف هذا الى حققتيه، يعني غتحس براسك انك وصلت لشي حاجه اللي بزاف، وغتشكر راسك وغتسعد واحد السعاده اللي واعره بزاف. دونك وهادشي كامل، اخوتي باش ديرو ماشي ساهل، يعني هادشي كامل باش ديرو خاصك واحد الخاصية اللي واعرة بزاف، وهي انك تصبر، تصبر بزاف اخوتي، حيت الصبر ماشي ساهل، الصبر ماشي ساهل، يعني خاصك تصبر بزاف من اي حاجة، خاصك تصبر من اي حاجة. وقعت لك شي مشكلة
خصك تصبر، راه حيت اي حاجه عندها مشاكل، اي حاجه ضروره انها تستوجب واحد المشاكل، غير الا كنتي كتنعس راه كاينين شي مشاكل، راه من اي حاجه حنا قلت لكم اي حاجه عندها مشاكل اخوتي، اسمح لي فيا نروح شويه. اي حاجه دونك اخوتي في عندها يعني مشاكل، دونك خصك تصبر بزاف وتقاتل على داك الهدف هذا، دونك خصك باش انك دير هاد الواجبات هادو، دير هاد الهدف هذا، خصك تطرح على نفسك شي اسئله، طرح على نفسك شي اسئله وتمشي لشي بلاصه فيها الربيع فيها الطبيعه يعني، وتجلس وتريح وتكونسونطرا مع راسك وتجاوب. السؤال الاول اخوتي اللي نقول لكم هو انه مثلا انا في اليوتيوب حققت واحد الهدف يعني غنربح منه الفلوس، دونك الى عندي دوك بزاف ديال الفلوس اش غندير بهم، اش غندير بهاد الفلوس هادو؟ دونك راه عندك ما عندك بزاف ديال الفلوس، عندك مال يعني يمكن نقولوا، ولكن اش غدير بهم؟ هاد الخاصيه هادي هنا فين كيكمل المشكل. المهم بقات لي شي بلاصه كنبغي نكون كونسونطرا معاهم، شي بلاصه فيها الطبيعه، شي بلاصه فيها الكالم، وجاوب عليهم اخوتي. السؤال الثاني اخوتي اللي غنطرح عليكم هو انك يعني كيفاش النهار اللي كتحلم به، هو كيفاش بديتي دوز داك النهار، انت كتحلم شي نهار يكون واعر خيالي خصك تطبق، خصك تنصح يعني اين نهار كيفاش غيكون هذا النهار هذا اللي كتحلم به. والسؤال الثالث اخوتي هو شنو هو داك النشاط، ولا شنو هو داك الفعل اللي كديرو وكتحس براسك سعيد، يعني كديرو وعزيز عليك، وهالشيء هذا كيخليك انك تحس بواحد الراحه وكيخليك انك تحس بواحد السعاده يعني اللي ما كتوصفش. السؤال الرابع والاخير يعني اش بغيتي دير انت في هذه اللحظه، هذه بالضبط اللي انت فيها وكتشوف هذا الفيديو هذا، اش عزيز عليك انك دير في هذه اللحظه هذه. دونك اخوتي هادشي كامل كيجمعوا واحد العباره اللي هي لا للفشل ما تفشلش، يعني باش انك ما تفشلش خصك تضع احتمالات ديال الفشل، راه غادي تفشل ولكن ماشي مشكل، خصك تصبر وتعاود من جديد. كاينين الناس اللي غيفشلوك، كاينين مواقف اللي غيفشلوك، كاين يعني مجموعه من المشاكل اللي غيفشلوك، ولكن كما قلنا بالصبر غتجاوز كلشي، هادشي هذا غتزوجي، وانك دير تطوير الاستراتيجيات. مثلا اني ضغطت واحد درت واحد البرنامج خصني نبدا نطور، يعني درت انا واحد البرنامج خصني نبدا نطور كل مده نبدا نطور، حيت الناس خصك تبدا تنوع باش انك تجلب معاك الناس، وباش تحس انك كدير شي حاجه وتحس بالسعاده وانت كدير هذا العمل هذا، خصك تبدا تطور في الاستراتيجيه ديالك، خصك تطور في العمل ديالك. المهم هذا الشيء كان تحط هاد الاهداف هادو، تحط هاد الاسئله، تحط هاد الواجبات هادو، خاصك عاد انك تحط هاد البرامج اللي تخاطر عليك اللي انك تتبعو يعني باش توصل لهدف. دونك انا وضعت برنامج خاص لي انا غنديرو وكنحس بالسعادة وانا كنديرو، دونك البرنامج هذا يعني جمعتو في مجموعة من النقاط اخوتي. النقطة الاولى يعني انني غندير فلوغات يومية، يعني غندير كيفاش بدا انا ندوز نهاري، كيفاش كنحلم انني ندوز نهار يعني، ولكن ما غاديش يكون نهار اللي هو عادي بالطبع، يعني غنخلقو فيه السعادة، غنخلقو فيه الفرصة كما قلت لكم في الاول يعني. وكاين سفر، كاينين رحلات، كاينين خرجات، كاين استكشاف مجموعة من المناطق المعروفة والغير المعروفة هنا في المغرب ان شاء الله من القدام، وكاين كما قلت لكم كاينين مجموعة من التجارب، يعني كاينين تجارب اللي هي تجارب ذات الطابع الانساني. المهم القضية دي ما نهضرش عليها دابا حيت غنديرها من القدام. كاينين هاد التجارب تؤخذ من الواقع، شي تجارب راه باينين بلا ما نقولها. وكاينين تحديات خصك دير مجموعة من التحديات، غندير ان شاء الله من القدام مجموعة من التحديات اللي غنطرحهم على راسي، وغنخلي لكم البارت ديالكم في البارت ديال التحديات انكم غطرحوا عليا التحديات وكذلك التجارب اخوتي. دونك هذا هو كاين واحد الحاجة كذلك كاين الانبوكسين، مثلا انا نجيب شي منتوجات وندير عليها الانبوكسين ونبدا نعرفها. دونك هادشي اللي كاين اخوتي، هادشي اللي كاين هذا هو البرنامج ديال هاد الساعة، ولكن ان شاء الله نبدا نطور من القدام. وواحد الحاجة اخوتي نسيت انني نقولها لكم، اي واحد عنده اي نقطة ولا اي فكرة تزيدو لهاد البرنامج هذا ميساج انه يهبط لتحت الكومنتير ويكتبها ليا، ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا لكم بزاف اخوتي.
فاني كنظن ان الفيزياء اليوم وصلني عيتوك لهذا، كنتمنى انني نكون خفيف الظرف على قلوبكم. دونك هذا البرنامج هذا ما غيحبس فقط في هذا النقاط هذا، وانما كاين واحد التطوير كاين واحد النمو ان شاء الله من القدام، يعني انه غتكون شي حاجه ربعه، شي حاجه حمقه، شي حاجه بزاف، شي حاجه واعره بزاف ان شاء الله. دونك صراحه محتاج السيبور تاعكم، محتاج الاتجاه ديالكم، دونك باش الجهه المريكه كتهبط للتاي تلقى واحد البطونه واحد من ورا غتكليكي عليها تخرج لك واحد الجرس وتكليكي عليها تا هو باش يوصلك الجديد ان شاء الله ديالي. دونك الى شفتو الفيديو ديالي مازال خلي لي واحد اللايك. دونك هادشي اللي كاين، نطلقو الفيديو الجاي.